وزارة الصحة هي أحد الفرق المشاركة في بعثة الحج الكويتية، ودور هذا الفريق هو تقديم الرعاية الطبية للحجاج الكويتيين من خلال طبعا العيادات التي إن شاء الله سيتم افتتاحها أثناء موسم الحج، كذلك من خلال الكوادر الطبية والتي نقوم بتزويد الحملات الحج الكويتية بهذه الكوادر الطبية بواقع لكل 100 حاج طبيب وممرض. طبعا العيادات راح تكون عيادات على أعلى مستوى من حيث الأجهزة والأدوية والكوادر الطبية المتخصصة. العيادات راح تكون في مقر البعثة الأصلي في النسيم، كذلك أثناء المناسك سيكون هناك عيادة في عرفة وعيادة في ميناء. هذه العيادات تتكون من عيادة للرجال وعيادة للنساء، كذلك راح يكون هناك غرف ملاحظة وصيدلية فيها جميع أنواع الأدوية. كذلك دور وزارة الصحة يقوم فريق التفتيش الصحي بزيارات ميدانية إلى حملات الحج الكويتية والتفتيش على الأغذية والعاملين في هذه الحملات من حيث التراخيص الصحية لهؤلاء العمال. قمنا طبعا بزيارة أخواننا في الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتم التنسيق معهم لعملية شحن الأدوية إن شاء الله من مطار الكويت إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، والتي إن شاء الله يوم 4/8 سيتم شحن هذه الأدوية. طبعا الفريق سيغادر إلى الأراضي المقدسة على دفعتين، الدفعة الأولى إن شاء الله ستكون في 5/8 وتتكون من فريق الصيادلة لاستقبال شحنة الأدوية، كذلك الإداريين لعملية تجهيز العيادات وسكن الفريق. الدفعة الثانية إن شاء الله ستغادر في 11/8 وستكون برئاسة الدكتور مبارك العجمي رئيس الفريق، ويرافقها الكادر الطبي الأطباء والتمريض والتفتيش والطوارئ الطبية. سيغادرون إن شاء الله في 11/8، وسيتم افتتاح العيادات إن شاء الله يوم 13/8 ستكون العيادات جاهزة لاستقبال المرضى. ننصح أخواننا الحجاج قبل المغادرة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج أن يقوموا بأخذ التطعيمات اللازمة، والتي إن شاء الله جميعها متوفرة في جميع مراكز الصحة العامة في جميع المناطق الصحية في مناطق الكويت. كذلك نرجو منهم التسجيل في الحملات الرسمية والمرخصة من وزارة الأوقاف حتى يمكننا التواصل معهم وأداء الخدمة الطبية لهم.